السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاجل جدا، حرب بالأسلحة النارية وتدخل الشرطة المصرية. وبيان عاجل من الحكومة المصرية صار جدا وسعيد لكل المصريين، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد قضية هزت الرأي العام في آخر 24 ساعة. وعلاء مبارك يفاجئ الجميع، وبيان عاجل جدا عن الرد على الرسوم المسيئة للنبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي متابعين قناة مصر ميديا IEB. قبل ما نبدأ عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اذكروا الله يا جماعة الخير، احنا بننشر لحضراتكم اهم الاخبار في اخر 24 ساعة. وقبل ما نبدأ اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، ده مهم جدا، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا المقطع. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده ينزل يفجر التعليقات تحت بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 400 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، انتوا رجالة وقدها ووطنيين، عاوز أشوف الرجالة في التعليقات. تعالوا نشوف تفاصيل أول خبر مهم جدا معانا. وبيان عاجل من الحكومة المصرية صار جدا وسعيد لكل المصريين. كشفت مصادر حكومية مسؤولة لصحيفة اليوم السابع أن الحكومة ستناقش اليوم الأربعاء ملف مد مهلة التصالح في مخالفات البناء، مشيرة إلى أن هناك اتجاه لمد مهلة التصالح في مخالفات البناء شهرا إضافي، مع احتمالية أن يكون المد أكثر من شهر وفق ما سيناقشه الاجتماع وما سيتم التوافق عليه. وأوضحت المصادر أن التسهيل والتيسير على المواطن المصري في مقدمة الأولويات، وأن الحكومة تتابع كافة التساؤلات والمشكلات التي تواجه المواطن خلال عملية التصالح وتعمل على حلها. وكانت مصادر مسؤولة قالت إن قرار موقف مهلة التصالح في مخالفات البناء سيصدر خلال ساعات اليوم، خاصة وأن المهلة التي كانت قد حددتها الحكومة للتصالح في مخالفات البناء تنتهي نهاية أكتوبر الجاري. ولفتت المصادر في تصريحات لليوم السابع أن الموقف النهائي سواء كان مد المهلة مرة أخرى تسهيلا وتيسيرا على المواطنين أو عدم مد المهلة سيتم إعلانه خلال الساعات القادمة، مؤكدة أن تسهيل الإجراءات وخطوات وطرق السداد للتصالح في مقدمة الأولويات. وأكدت المصادر أن الحكومة تتابع على مدار الساعة المشكلات والاستفسارات التي تواجه المواطنين في حالة تقدمهم لطلبات التصالح للوقوف عليها والعمل على حل هذه المشكلات. موضحة أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تستقبل استفسارات المواطنين حول التصالح وتجيب عليها وتعمل على حلها. المصدر معانا كان من اليوم السابع. هنا نجد صبر الحكومة على المواطنين المخالفين للبناء، ده شيء جميل جدا عشان يبقى في مهلة للناس اللي ما عملتش تصالح بسبب البناء المخالف بتاعها، فده شيء كويس جدا ان هيكون في فترة تانية لعمل تصالح ما بين المواطن المخالف والحكومة. تعالوا نشوف خبر تاني مهم جدا معانا. و ضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد قضية هزت الرأي العام في آخر 24 ساعة. قوات الأمن تلقي القبض على الأب مرتكب مذبحة سوهاج. أكدت مصادر أمنية أنه سيتم استكمال التحقيقات مع مرتكب هذه الجريمة بشأن معرفة ضباط مباحث قسم شرطة جرجة، وذلك في الجريمة التي ارتكبها بقتله زوجته وابنه وابنته، حيث هرب من مسرح الجريمة مصطحبا معه ابنه الصغير والذي يبلغ من العمر 5 سنوات. وقد تم الانتهاء من دفن الضحايا وعددهم 4 في وقت مبكر من صباح اليوم في مقابر قرية المغاربة دائرة قسم شرطة جرجة في محافظة سوهاج. وتكون تفاصيل تلك الجريمة البشعة هي قيام عامل بقتل زوجته وطفليه ولد وبنت، ويكون ذلك باستخدام الأعيرة النارية والساطور، حيث عثر الأهالي على جثث الضحايا ولكن فر الجاني من مسرح الجريمة.
واتضح من خلال المعاينة أنه تم إيجاد جثة طفلة معلقة داخل بئر صرف صحي في المنازل. واتضح أن تلك الجريمة قد ارتكبتها الزوجة في حق طفلة الجيران، ومن ثم فقد قام الأب بقتلها وقتل ابنيه بعد الواقعة. ويذكر أن مدير أمن سوهاج اللواء حسن محمود قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجة يفيد ببلاغ من أهالي قرية المغاربة، حيث أنه تم العثور على 3 جثث وهم ربة منزل وطفلين من أسرة واحدة. وأثناء عملية فحص المنزل تم العثور على جثة طفلة تقيم بالقرب من منزل الضحايا، وتبين أنها ردينة ميمنون صاحبة 5 سنوات، وتكون الفتاة يتيمة الأب ومبلغ أنها مختفية. المصدر معانا كان من صحيفة محتوى بلس. منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر المؤلم والعاجل. ونجحت أخيرا الداخلية في القبض على الأب الهارب من قتل زوجته وابنيه الاثنين. إن شاء الله ربنا ينتقم منه أشد انتقام، اللهم آمين. تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني وهام جدا، عاجل جدا. حرب بالأسلحة النارية وتدخل الشرطة المصرية. تنطبق مقولة الجواز باظت على ما حدث في حفل عقد القران، وهو الذي جاء في أوله التبريكات لكل من العروسين وانتهت بالإصابات والحرب التي قامت بين أقارب العروسين. وفي مركز شرطة العياط الذي قام بإلقاء القبض على طرفي العرس وجاء بتوجيه تهمة إطلاق النار والإصابة العمد وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لهم. يذكر أيضا أن العروس وأسرتها أرادوا أن يقيموا حفل الزفاف أمام منزلهم وهم يزعمون إضافة الفرحة والبهجة على العائلة، وأيضا أنها أول عروس في الأسرة. ولكن هذا الطلب رفضه أهل العريس بشدة، وهم أصروا على أن يتم إقامة حفل الزفاف أمام منزلهم حتى لا يتعرض لإجهاد أثناء ليلة الزفاف. وأصيب بالأعيرة النارية شقيق العروس ونجلا خالتها، وهذا بحسب التحريات التي تم الإشراف عليها من خلال رئيس المباحث. وأيضا تم التأكيد على أن شقيق العريس أطلق العديد من الأعيرة النارية من خلال فرد خرطوش وهو كان بحوزته، وهذا ما نتج عنه إصابتهم برش خرطوش في العديد من الأجزاء المتفرقة بجسده. وتم تبادل إطلاق الأعيرة النارية من خلال الخرطوش بين أسرتي العروسين، وهذا أثناء جلسة عقد القران والتي لم تكتمل وتفرق كل من العريس والعروسة. وتم الإعلان عن فسخ الخطبة، وهذا بحسب ما جاء في تحريات المباحث والشرطة. والشرطة قبضت على 6 من طرفي المشاجرة وتم إحالتهم إلى الشرطة لتحرير محضر لهم. المصدر معانا كان من صحيفة الهدف المصرية. منتظر رأي حضراتكم في هذا، يعني مش عارف أقول الخبر المضحك ولا الخبر إيه بالظبط. ولكن تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا معانا. وعلاء مبارك يفاجئ الجميع وبيان عاجل عن الرد على الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدأ في تفاصيل هذا الخبر، انزلوا اكتبوا إلا رسول الله في التعليقات تحت، تعالوا نعرف التفاصيل. أثار علاء نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك تفاعلا بعد تغريدة نشرها حول كيف يكون الرد على الرسوم التي اعتبرت مسيئة للنبي محمد. وقال علاء مبارك في تغريدته: ليس فقط بمقاطعة البضائع يكون الرد على الإساءة للإسلام وعلى الرسوم المسيئة لسيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن بموقف إسلامي موحد يرفض تصريحات ماكرون المستفزة ويطالب فرنسا بموقف حيال هذه الإساءة لرسولنا الكريم التي تزيد من ثقافة الكراهية ولا تحترم مشاعرنا كمسلمين. ونالت التغريدة نحو 20,000 تفاعل بعد أقل من 24 ساعة على نشرها، الذي جاء بصورة كتب عليها إلى رسول الله. ومن بين التعليقات والردود التي وردت على التغريدة، علق الإعلامي المصري هيثم أبو خليل بتغريدة قال فيها: فجأة كده أصبح علاء مبارك بطل علشان بيدعم مقاطعة البضائع الفرنسية. إلى أصحاب ذاكرة السمكة، إلى المهزومين والمأزومين الذين يتخيلون
أن تداول تويتا أحد رموز عائلة الفساد والاستبداد لثلاثة عقود انتصار كبير. لماذا لم نسمع كلمة لعلاء أو والده في أزمة الرسوم المسيئة الدنماركية في سبتمبر 2005؟ وعلق أيضا ميدو الذي قال: صباح الفل يا علاء بيه، أنا بحاول ألاقي أي مكاسب سياسية من تصريحاته، مش لاقي. الحاجة الوحيدة اللي ممكن يكسبها هو استغلال الموقف لإغلاق أكبر عدد ممكن من المساجد في فرنسا، حتى الآن 26 مسجد آخر شهرين. ليرد عليه علاء قائلا: واضح أنه محتاج يفهم أن هذه الرسوم المسيئة للرسول لا تعبر عن حرية التعبير، وأن هناك فرق شاسع بين حرية التعبير والإساءة والتطاول على الرسل والأديان والمعتقدات السماوية. صباح الفل يا حبيبي. المصدر معنا كان من صحيفة الرأي اليوم، منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل. يعني علاء مبارك بيستغل، يعني مشكلة الشعب المصري ده انه بيدخله من ناحية الدين. والله مشكلة الشعب المصري انه بيدخله من ناحية الدين، وان احنا نتكلم باسم الدين وندافع عن الدين عشان نكسب جماهيرية محترمة عشان تقف معنا بعد كده في اي قرار او ايا كان، مع ان علاء مبارك اصلا او جمال او ايا كان من هذه الأسرة الفاسدة لن يحققوا أي شيء على أرض الواقع، والمركب سيرة بدونهم أصلا. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا آي إي بي. إن شاء الله أشوفكم في أخبار تانية كتير. بحبكم جدا، بحب تعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.